نعود نرحب بكم مجددا احبابنا. كنا درنا مع بعض السمانه اللي فاتت، درنا مع بعض تحضيرات الشهر الفضيل، درنا عده تحضيرات مع بعض، درنا حتى تحضيرات الكسبر، معدنوس، النعناع كيفاش نخبيوهم باش يشدونا، درنا كذلك حتى التحضيرات تاع لا شابلور كيفاش تخبيها وكيفاش تبقى ثاني اطول مده، درنا عده تحضيرات جميله جدا، حتى العطش بالفليو اللي تكلمنا عليه. انتم ثاني ان شاء الله تكونوا حضرتوا بعض الاشياء. دوكا نتكلموا كذلك حتى على السيرفيس، تجبدي كذلك سيرفيس زهي به الطابلة، خطرة في الزمان ما فيها والو، أجمل سيرفيس جبديه يا أختي، الفايدة فيك وفي وليداتك وفيها الأهل بيتك وفي زوجك إن شاء الله ربي بقي يستر على هذه. نتمنى إن شاء الله بإذن الله كل هذه الملاحظات وكل هذا الشيء ناخذوه بعين الاعتبار باش نحسوا باللي كاين تغيير، كاين شهر فضيل، كاين امتحان راه عقبنا على هذه، ان شاء الله نطبقوه باحسن ظروف ان شاء الله. كما وصلتكم سيدي على كذلك على التبذير، حذاري ثم حذاري على التبذير، باش هكذاك ما نبدلوش مع بعض ونحاولوا قدر المستطاع باش نتواصلوا في المطبخ بطريقه منظمه، حتى طريقة كيفاش نديرو بروغرام، كيفاش تشري الخضار باش ما تفزديهاش، ماشي تشري حاجة باغي طيبيها الأسبوع الثاني وانتي تشريها منذ الأسبوع الأول باش ما تخسرلكش، كيفاش تخبيها كذلك تكلمنا عليها الحصة اللي فاتت، كيفاش تغسليها بالماء والخل اللي هو أحسن طريقة، كيفاش تخبي الجلبانة، كيفاش تخبي القرنون، كلها على بالي بلي طبقتوها. كاين واحد السيدة اتصلت بيا قالت لي درت كل شيء، كاع واش درتي وراها موفرة كل شيء في الثلاجة بطريقة منظمة. أنتم ثاني إن شاء الله هكذاك باش تصوموا بالصحة والهنا إن شاء الله. احبابنا في كل مكان نتكلموا على التشيشه او سميد الخشن تاع قلب اللوز اللي كثير من السيدات راهم يبعثوا لي ويسالوني، حتى اني عملت لهم فيديو حطيته في اليوتيوب وحطيت لكم باللي طريقه التحضير مفصله. اسم القناه الجديده اسمها مطبخ سليمه يعلى، دخلوا فقط تلقاو الفيديو مطبخ سليمه يعلى، راني حاطه الحلقومه، حطيت قلب اللوز، حطيت حتى كيفاش ديري ببقايا قلب اللوز كيف ظلك واش ديري به، معناتها احنا رانا نشرحوا في اذاعه البويره الجهويه، وكذلك نحط لكم دي فيديو باش هكذاك تستفادوا اكثر فاكثر. نتكلموا فقط على التشيشه النوعيه، هنايا كاين بعض السيدات حاروا كيفاش يشروا النوعيه، انا تقول لكم فقط ملاحظات. بالنسبه لقلب اللوز ينجح لك بالسميد الخشن، معناتها النوعيه الخشنه راكي تلقايها بالميزان فيها دي بتي بوان نواغ، هاو يبانوا لك واحد النقاط سوداء انت لدرجه تحس بها شغل تبان لك باللي كيفاش فيها النقاط سوداء، هي هذيك هي الصحيحه نتاع قلب اللوز. أني قلت سميد خشن، ماشي تروحي للرقيق وديري به قلب اللوز، هذاك الرقيق ديري به بسبوسة، ديري بالخشن قلب اللوز باش يخرج لك شباب، ما ديريش بالرقيق. هذه فقط ملاحظة ودو بريفيرونس، أني قلت نصيحة، ما تشريش نتاع زوج كيلو ولا تاع الكيلو ولا شري بالميزان، ها تنباع، تروحي فقط عند اللي يبيع لك السميد ولا اللي يبيع الوازن تاع الحلويات، كي راهم يبيعوهم اللي يبيعوا الوازن تاع الحلويات تلقايها بالميزان، راها تجي خشنة وفيها نقاط سوداء. هذيك هي المليحه لقلب اللوز، باش هكذاك تحضريها انت تقدري تشري عند البائع انت باش ما يتلفلكش الميزان، كاين اللي ما عندهمش ميزان في الدار، انت تقسميها قولي له مثلا اعطيني 5 كيلو، بصح كل كيلو ديره ليه وحده، نعطيك فقط نصيحه كيفاش ديري، كل كيلو ديريه وحده، ومن بعد اوزني السكر كل رطل وحده، معناتها عندك كيلو تاع السميد خاشن وال500 غرام تاع السكر، كي تروحي للدار خلطي كل كيلو نتاع تشيشه مع رطل سكر، خلطيه مليح وربطيه في ساشي يكون جاهز، معناتها يكون واجد، هذه وخبيه على 5 مرات، معناتها راه عندك على 5 مرات، كل ما تسحقي ديري قلب اللوز الجبدي كيلو تاع تشيشه 500 غرام سكر، بصح النوعيه هنايا تكون خشنه من الافضل، هذه بالنسبه للسميد نتاع قلب اللوز. نعم احبابنا في كل مكان، كانت هذه فقط النوعيه نتاع السميد باش هكذاك تفهموا النوعيه نتاع السميد اللي تستعمليه في قلب اللوز. كذلك نذكر تحياتي الخالصه الناس تسم سيلت ربي يحفظهم بارك الله فيهم، عقبت عندهم نهارات ما شاء الله يعطيهم الصحه الناس تسم سيلت فحلات تبارك الله الرحمن. كذلك ما ننساش زميلتي في اذاعه الجهويه بتسم سيلت ام خلود ربي يحفظها الله يعطيها الصحه، انسانه ما شاء الله طيبه، كانت حضرت معايا في تسم سيلت، وكذلك حتى انها دارت لي عيد ميلادي مفاجاه ربي يحفظها بارك الله فيها، اخت ام خلود تحياتي ليك من اذاعه البويره الجهويه.
نعم احبابنا، راني قلت تحيه خالصه لاذاعه تيسمسيت الام خلود، ربي يحفظك ان شاء الله ويدخل عليكم رمضان بالصحه انتم مستمعينا الكرام، كذلك لكم تسمعوا فينا عبر انحاء الوطن. تقول لكم سيدي على يدخل عليكم رمضان بالربح ان شاء الله يا رب العالمين، قولوا امين. هنا نواصلوا مع بعض تحضيرات الشهر الفضيل بالنسبه للقلب اللوز. دركا نتكلموا على طاجين الحلو. هنا بالنسبه لطاجين الحلو، احنا كنا مدينا مره وصفه البابا لبابا، هنا مدينا وصفه تاعها، نتمنى تحضرونا حبات فقط الى شطرطل، وتوجدوا لنا حبات في الليمون تاع المادلين وديروهم في المجمد كونجيلاتور، هنا حطيهم في الكونجيلاتور وجبدي بالحبه كي تحقي طاجين الحلو، وجبدي بالحبه وديريها في وسط الحلو تاعك، وديري غير شويه معناتها حتى طاجين الحلو تقدري طيبي طنجره وديريها في الثلاجه تجبدي بشويه عادي، هذه ما يصرى له والو ما يفسدش، فقط هنا كي طيبيه رمي فيه طرونشه تاع ليمون باش ما يتاكسدش وما يخسرلكش ويبقى لك اطول مده في الثلاجه. هذه بالنسبه للطاجين الحلو، بامكانك طيبي هنا فقط العينه ما طيبيهاش مع الزبيب والمشماش، فوريها بسكر فانيلا مع اختيار نوعيه العينه، مع اختيار نوعيه العينه اللي كن مليحه، فوريها بسكر فانيلا بعد طيبي الحلو تاعك عادي كميه ضربه واحده، عطريها بالليمون باش هنا تشد لك على الاقل اسبوع في الثلاجه عادي، باسكو ديجا الحلو ما نسحقوش بزاف، كميه قليله لتزيين المائده، ومن بعد انت حطيها في الطابله وتاكليها ان شاء الله بالصحه والعافيه. نعم احبابنا، كانت هذه فقط بعض النصائح، بعض الطرق كيفاش تخبي حاجتك. هنا فقط كذلك حاجه اللي تكون باغي تطولي بها مثلا اكثر من اسبوع، مثلا تشيشه تاع قلب اللوز، شويه ملح لداخل، لا شابيغ، شويه ملح لداخل، كاين بعض الاشياء اللي نحبوا نطولوا اكثر من اسبوع، ننصح هنايا باستعمال كموسه تاع ملح، معناتها شدي قطعه فينه او كومبريس ديري فيها مغرف ملح وربطيها وحطيها دخلاني حاجتك، سواء كانت لا شابليغ ولا كانت شوفان ولا كانت تشيشه نتاع قلب اللوز، هنا دو بريفيرونس. كذلك فضلت نقول لكم كذلك تقلوا لنا شويه نتاع نواط كوكو، مثلا زوج كيسان نتاع نواط كوكو، اقليه حمسيه وديريه في علبه يبرد، برديه ومن بعد ديريه في علبه، نحتاجوه لخاطرش كاين وصفه تاع بسبوسه بالنواط كوكو المقلي ولا اروع، تهبل راح نحطها لكم حتى فيديو، معناتها ماذا بيا تقلوا لنا شويه نواط كوكو وتخبوه، هذه حاجه بسيطه، غير شويه نواط كوكو هو بداتو خفيف، تروحي تشري غير 200 غرام ما غاديش تشري كيلو، ولا عطيني 200 غرام تاع جوز الهند، ايوا انت شدي مقلاة على نار هاديه وقليه حتى يولي اللون تاعو دوغي ذهباني، بعد كي يبرد تماما عمره في علبه وخبيه، نحتاجوه باش نديروا به بسبوسه للشهر الفضيل ان شاء الله. احبابنا كذلك اللي ما يعطوش اهميه للزعتر، كذلك ما يعطولهش اهميه الزعتر زعيطره، هادو من الاحسن يكونوا عندك في المطبخ، رند زعيطره هذه باش ديري الباقه العطريه، ان بوكي غارني اللي هو فايده لاسونتي تاعك مليح صحيا. وجدونا كذلك الزعتر، الزعتر نحتاجوه كذلك في الشهر الفضيل، كاين بعض الوصفات فيهم رشه زعتر، على هذه نتمنى تاخذوه بعين الاعتبار اللي راهم يشوف الاعشاب، مازال عندك الوقت تقدري تشري هاد الاعشاب، تروحي فقط عند اللي يبيع لي زيبيس وكامل تقولي له اعطي لي الزعتر واعطي لي الزعتره واعطي لي، يعطيه لك عادي حتى ولو كانت يابسه، معناتها ماشي شرط تكون طازجه، تقدري هنا تكون يابسه ايوا تستعمليها، وان شاء الله باذن الله ربي يوفق الجميع. كذلك ما تنساوش احباباتي نعناع اليابس، نعناع اليابس لازم يكون الشريبه الله الله عليها، يكون عندك الطازج ويكون عندك اليابس، هنا ماذا بينا تاني توفروا لنا شويه يابس، كي نقولوا يابس لازم يكون يابس بمعنى الكلمه باش ما يروحلكش البوت تاعو ويضبب، خاطر هو النعناع كما يكونش يابس مليح حتى ولو شريتيه من المحلات، نهار اللي تفتيه تلقي شويه كلي مندي في يدك، هذيك ما يعطيكش النكهه المليحه اللي رانا حابينها، دو بريفيرونس هنايا تشريه يابس صحيح ولا تيبسيه وحدك ومن بعد ديريه مفتت وتخبيه في علبه، تحتاجيه للطهي حتى في لي صوص طوماط، تحتاجيه كذلك حتى في الشريبه، على هذه هادو لازم يكونوا متوفرين في المطبخ، كاين اشياء ضروريه لازم تكون متوفره في المطبخ، ديري في علب وكتبي لي تيكات تاعك، نعناع يابس، زعتر يابس، زعيطره، هادو كاع لازم يكونوا، نجمه الارض تسحقيها، نواد ميسكاد، هادو كاع لازم يكونوا متوفرين في المطبخ. تحياتنا ليك حبيبتنا من فرنسا، بارك الله فيك حبيبتي، وعلى بالي بلي انت تاني راكي تحسي بشهر الفضيل، نتمنى لكم الجاريه تاعنا في الخارج تكونوا بخير على خير وتصوموا بالصحه ولهنا ان شاء الله. ام خلود ربي يحفظك حبيبتي ورمضان كريم ان شاء الله ويعطيك الصحه على حسن الاستقبال في تيسمسيلت، تحياتي الخالصه لاذاعه تيسمسيلت الجهويه.
تحياتنا كلكم لكم متواصلين معي عبر التواصل الاجتماعي. تقولكم سيدة علا كاين مفاجآت عديدة في هذا الشهر الفضيل، لا تفوتوا الفرصة. كاين بزاف ما على بالهمش، الحاضر يبلغ الغايب. حصتنا رجعت مائدة رمضان يوميا يوميا، أقول من الخمسة للستة راح تكون ساعة ولا أروع. هذه الساعة هذه راح تكون من الخمسة للستة يوميا ما عدا الجمعة. هنا نصيحتي لكم كلكم حباباتي اللي راكم تسمعوا فيا وحبابنا عبر أنحاء الوطن، ما فيها والو، جهاز الراديو يكون في المطبخ، جهاز الراديو يكون في المطبخ، تكون عندك نشاط، تكون عندك طاقة، وتكون عندك وصفات خفيف ضريب، معناتها تقدري تحضريها من الخمسة للستة، نطيبوا كيف كيف إن شاء الله. ما تنساوش كذلك وعدنا بعضنا البعض باش نختموا المصحف مرتين إن شاء الله في الشهر الفضيل، ونشوفوا مع بعض إن شاء الله. تحياتي ليك حبيبتي أم أنس من السعودية، ربي يخليك ليا أم أنس، توحشتك بزاف بزاف أنا ثاني، ونحبك بارك الله فيك حبيبتي من السعودية من مكة المكرمة مباشرة راها معايا، توحشت صلاة معاك في الحرم، ربي يخليك ليا يا أم أنس، ربي يحفظك وتصومي بالصحة ولهنا أنت وزوجك وأولادك إن شاء الله، ربي يحفظك. تحياتي ليكم حبابنا عبر أنحاء الوطن، عبر أنحاء خارج الوطن. تقولكم سيدة يعني إن شاء الله نجوزوا رمضان بالفرح والسرور والهنا، ونحاولوا قدر المستطاع نسامحوا بعضنا البعض، اللي زعفانا من الأخرى تسامحها، واللي عندها مشكل مع جارتها تسامحها، لأن الله سبحانه وتعالى يسامح عباده، فما بالكم نحن البشر. على هذه نتمنى إن شاء الله يكون شهر التوبة والغفران شهر فضيل، شهر رائع إن شاء الله بإذن الله الرحمن. واش رأيكم نفتحوا الهاتف أحبائي باش نتناقشوا شوية مع بعض عبر الخطر 026-72-19-19، أعيد 026 نورمالمون 74 كلمه يا خيت 74 19 19. مرحبا بكل مكالماتكم الهاتفيه، لخاطش المره اللي فاتت ما كفانيش الوقت باش نفتح الهاتف، على هذه نفتحوا اليوم باش نعرفوا كذلك تحضيراتكم وين لحقت. كذلك كاين بعض السيدات شراو قدور نتاع الطين، ومن بعد راهم حايرين كيفاش يطيبوا فيها، وحده تقول لي باللي هي تطلق الريحه، وحده قالت لي تشقت، وحده كل وحده قالت لي راها تلصق لي من تحت. على هذه كاين بعض النصائح للقدره نتاع الطين كي تكون جديده، كي تكون جديده يا جماعه تمسح بالشحم، ماذا بيا تكون عندكم قطعه شحم من الكلى، كي تروحي عند البوشي يقول لها يعطيك قطعه شحم من الكلى، هي تجي شويه خشينه، تمسح القدره بالشحم من الداخل، تمسحيها كاع بالشحمه، كي تتمسح مليح مليح خليها الغدوة من ذاك تغسليها عادي من الداخل وتنشفيها وطيبي بها بالصحة والعافية. تتشبع بالشحم، تتشبع بالشحم، هذه فقط ملاحظة مجربة بإذن الله. إن شاء الله ثاني نتوما اللي شراو قدور جدد ما عليهم غير يديروها الطريقة، كاين حتى اللي شراو طناجر تاع الطين، نجرات تاع الطين باه يطيبوا فيهم لأول مرة، تمسح بالشحمة تتشبع تتيدم تولي ميدمة، بصح ماشي ثم تروحي ترغويها الغدوة من ذاك، الغدوة من ذاك غسليها، ماذا بيا اللي شراو اليوم يرغوها غدوة، اللي شراو اليوم قدور ولا شراوهم ديجا تروح تمسحها بالشحمة، أيوا غدوة من ذاك تغسلها وتتوكل على ربي، ربي معاك وما تلصق لك ولا حاجة، وإن شاء الله بإذن الله تصوموا كامل بالصحة والعافية إن شاء الله. ان شاء الله رمضان كريم، وان شاء الله باذن الله تصوموا بالصحه والهنا. عندها الحق الاخت، المراه هنايا تتمشى على حساب جيبها الزوج تاعها، ما تنساش بلي التكاليف كلها هذه رايحه تكلف روحها وتكلف زوجها، لازم الانسان لا يكلف الله نفسا الا وسعها، تروح على حساب جيبها وتقدر بحاجه قليله تطيب. معناتها حنايا رانا دايرين برمجه في الشهر الفضيل هذا، تقدري ديري اطباق عديده بكميه قليله وبنينه وبلا تكاليف، معناتها راح نبازوا على الاطباق شويه شويه باش هكذاك ما تكلفوش نفوسكم وتزينوا الطاوله تاعكم. راح نبازوا على شويه على الديكور، نعطيكم كيفاش تشبهوا الحاله باش هكذاك تكون العين تشبع، وثاني في نفس الوقت الناس تاكل، وفي نفس الوقت الناس تشبع بطريقه بلا ما تنضر، ما ينضرلوش بالمعده تاعهم، وتكون طريقه منظمه ان شاء الله. راح نبداو برنامج تاعنا يا ربي سهل، سواء يوم الاثنين او الثلاثاء ان شاء الله. هذه بالنسبه للبروغرام تاعنا تاع الشهر الفضيل، انا قلت لكم يوميا من الخمسه للسته ما عدا الجمعه ان شاء الله، انتم دائما كونوا في الموعد. كما قلت لكم سيدي يعلى، تكلمنا على الطنجره تاع الطين، كيفاش ديري لها باش هكذاك ما تخسريش وما تلصقلكش. بالنسبه للفريك ما يترماش من البدايه، حذاري يلصق لك التحته وتحصلي فيه، ديريه كي يبدا الغليان ارمي هكذاك باش ما يرصالكش التحته، باش تعطيك ثاني نتيجه مليحه، خاطر الشربه كي تشيط لك من تحته راح القو راح كلش، حذاري هنايا روحي غير بالعقل باش تتحصلي على نتيجه افضل ان شاء الله.
نعم احبابنا كنا تكلمنا على الجوز الهندي اللي هو نواط كوكو، قلت لكم قولوا لي شويه نحتاجوه باش نديروا به البسبوسه، كاين بسبوسه رائعه جدا نحتاجوها. كذلك هنا نروحوا للسميد، السميد هنايا نسحقوا شويه متوسط، شويه متوسط قيت كيلو فقط، اقليه كذلك مادامك في ليتسا باش ما تعجيش في الشهر الفضيل، مادامك انا في ليتسا غدوه ان شاء الله ولا الليله في الليل ولا، اقليه وخليه بجيه. اعيد هنا كيلو غرام نتاع سميد متوسط اقليه نحتاجوه، معناتها هذه التحضيرات اللي نحتاجوها ماذا بكم هنا نحتاجوها، اقليه وحضريه وخليه بجيه نحتاجوه يا جماعه. على هذه نسحقوه في الشهر الفضيل. كذلك هنايا تحضيرات اخرى مهمه جدا، هنا بالنسبه لحبه حلاوه ما تكلمناش عليها من قبل، هنا نحتاجو الماء تاعها، نحتاجو الماء تاعها، نقعيها معنش معنتها، شدي ريتلا تاع ماء يكون بارد، حطي فيه 5 مغارف نتاع حبة حلاوة، وجديه من دروك نحتاجوه أباغتيغ دو يوم الإثنين إن شاء الله، قرعة تاع ماء حطي فيها 5 مغارف تاع حبة حلاوة، حنا ما نحتاجوش حبة حلاوة، نحتاجو الماء نتاع حبة حلاوة، الماء تاعها. الماء تاعها هذا ديريه في الثلاجه، معناتها ديري فيه هذيك حبه حلاوه وحطي القرعه في الثلاجه، نحتاجوها يا جماعه، نحتاجوا الماء منكه بحبه حلاوه. ماذا بيا تحضروا لنا هذه القاروره باغي تستفادوا من الوصفه هذه، انتوما دافونس ماشي من بعد انا نهار اللي ندير الوصفه قال هل عندك الماء تاع حبه حلاوه؟ ما كاش منين تجيبيه؟ ما حضرتيش من قبل. ماذا بيا اليوم اللي عندها حبه حلاوه دوكا في الدار تعدي لنا 5 مغارف في قرعه وتبلع عليها وديرها في الثلاجه. أيوا من بعد كي نسحقوا الوصفة إن شاء الله نجبدوا ذاك الماء نصفوه ونتوكلوا على ربي سبحانه. هنا على هذه هي التحضيرات المهمة اللي تحتاجها السيدة يعلى في الوصفات الجديدة، أقول جديدة للشهر الفضيل. روحوا لنا شوية كاوكاو مقلي، كذلك مرحي مقلي مليح دوغي ديروه لنا في بلارة معاه قرصة ملح حطيه في بلارة وديريه بجيه. نحتاجوا كذلك شوية نتاع مكسرات، ما تشريش بزاف، 5 أنواع تاع مكسرات، 10,000 10,000 10,000 5,000 وانت فريتيها خيم اللي تروحي تفليكسيها باش تفرحي وليداتك خير، روحي شري 10,000 10,000 تاع مكسرات ديريها في صاشياتها وخليها بجيه. نحتاجوها كذلك للتحضيرات التحليات تاعنا، هنا نحتاجوا الياورت ناتور ديري في الثلاجة، شري لنا 8 علب تاع ياورت ناتور ديريه في الثلاجه. نحتاجو كذلك هنا باش تشريه، راني نقول لك باش تشريه هذا وقت الشري، روحي شري كذلك لاك خام فخاش ليكيد، وتحتاجي كذلك هذيك الخاطره بدون ما نسميو لي مارك للاسف ما نقدروش نسميو سينو شهر زاد قهوه دي في حاله. هنا بالنسبه لي مارك تاع لاك خام فخاش كاين عده انواع متعدده، بصح كاين ماركات شابين بزاف، معليش نتوما روحوا شرو لنا سائله، اقول سائله باش نطيبوا بها، ونحتاجوا كذلك واحده اخرى باه نحليو بها، نحتاجوها باش نحليو بها. شرو لنا 4 كخام ديسير كراميل، شروها لنا ديروها لنا في الثلاجه ثاني نسحقوها، 4 علب ديروها في الثلاجه، هادو اللي تسحقوهم يا جماعه اللي تسحقوهم شروهم. هنا نحتاجوا التمر كذلك اللي ما لازمش يخطي الدار، اللي ما لازمش يخطي الدار، التمر كذلك خلوه عندكم كذلك دائما متوفر فوق الطاوله، نحتاجوه كذلك حتى باش نصنعوا به واحد الديسير هايل مليح نحتاجوه كذلك. راني قلت هذه الضروريات اللي نحتاجوها لوصفاتنا، معناتها قادره انتيا يوم الثلاثاء ولا الاربعاء الجاي نديروا وصفه من 5 ل 6 سوا الحواجدين، قلت بسبوسه بنواط كوكو المقلي، نواط كوكو واجد مقلي، كان واحد البسبوسه تهبل بربع بيضات برك وفيها نواط كوكو مقليه، هنا تكوني جاهزه تكوني واجده كي يكونوا صوالحك في الدار، والله ما تعجي تجبدي وتخلطي ويلا. هنا تحتاجوا كذلك خواتاتي قشور برتقال، عصري عليه الليمون رابيتشينا ولا زوج رابيهم، ايا وديري عليهم شويه تاع عصير الليمون وطميهم في رزينات في الصاشيات عادي وديري ارمي في الكونجيلاتور. هنا الزاز تاع التشينا نسحقوها مع القارص كذلك، ماذا بيا يكون واجد، ما نقعدوش عاد نرابو الجبدي وسكرفجي طبيعه وقت، خاطش حصتنا راها من 5 ل 6 ما عندكش الوقت، وجدي صوالحك وجدي صوالحك، تكوني جاهزه باذن الله الرحمن كل شيء يكون قدامك، تكون كوزينتك كي النواره، تعرفي الكوزينه كي تكوني مشبحه فيها صوالحك ومنظمه امورك في العلب والله تزهاي وانتي طيبي تحلالك، فما بالك كي ما تكونش منظمه. بورتو النظام سهل، حتى ولو كنتي خدامه ما تتسبيش رانا كاع خدامين، ما تقوليش راني عامله لا وما يكفينيش الوقت ومنا، الشربه تكون تاع يومين تولي تاع 3 أيام راه قربت تولي تاع شهر، على هذه حذاري، روحي غير بالعقل ويكفيك الوقت ولاباس، انا ما راهش ياذن بكري، على هذه راح ننظموا اوقاتنا مع بعض، راح ننظموا اوقاتنا مع بعض.
نظمي امورك في لي بورت مونجي، شري لي بورت مونجي راهم غير خاص ماهمش ميم با غاليين، روحي عندها لك تاع كلشي ب 5000 تجيبي بزاف بايط ويلا ديري لي تيكات وكتبي وحطي صويل حياتك. الله الله، راني قلت حتى السلطه الخضراء وريتكم الحصه اللي فاتت كيفاش تنقيها بالماء والخل وكيفاش تحطيها في العلب باش تجبديها بطريقه منظمه، حتى الكورنيشون زيتو الكحل هادو كاع شريهم وديري في العلب وباهي برقوا لك كي تحطيهم تقولي ديك الزيتونه راها تنطق. زيتيها زيتيها ما تخليهاش هكذاك مكمشه وما تنتكلش ميم با، ما تعطيكش ميم با الشهيه باش تاكلي، كلشي برقيه خص الطاوله تاعك تكون تبرق الفاكهه ونديروا لها لاجولي هنا كلشي يكون يبرق باش هكذاك حتى الصائم سواء كانت العائله او الابناء او انت حتى بروحك تعطيك الرغبه في الاكل، تعطيك الرغبه في اي شيء. على هذه راني قلت باغي هذه المره نبازو على نظام تاعنا في المطبخ، كذلك كيفاش نزهيو المائده، كيفاش مائده رمضان تكون باهيه وتكون منظمه وتكون رائعه جدا. راح نديرو برمجه مع بعض، نبداوها قلت من يوم الاثنين او الثلاثاء الى ربي سهل، ونكملوها مع بعض حتى النهايه ان شاء الله الرحمن. على هذه ما تنساوش خواتاتي تحضيراتكم تكون في محلها، وجدوا لنا واش قالتكم سيده يعلى، اشروا لنا حتى اللي شاطره فيكم وراحت اللي يبيعوا المجمدات تشري دو ساشي تاع فيلي تسول ولا فيلي ميرلون كونجلي ديرها في المجمد. اقول فيلي تسول ولا فيلي ميرلون ديرها في المجمد نحتاجوه، كاين وصفه رائعه جدا به، كاين بوراك به يهبل باش نديروا تغييرات من اللحوم الى الاسماك حتى ولو كانت بالمجمده. هنا فقط كي تشريها من الكونجيلاتور للكونجيلاتور رابيد، ما تخليهاش تديكونجلا ومن بعد هذاك هو المرض. اني قلت هنا اشتري كيس او كيس واحد معليش نتاع فيلي تسول ولا فيلي ميرلون كونجلي، هذوك الفيليات هذوك ديري مباشره في مجمد، كاين وصفه بوراك تهبل به تجي رائعه جدا، راح تشوفوها معايا ان شاء الله. نشوفوا فقط التوقيت مع كريمه. نعم كريمه شوفي لنا التوقيت. نعم معليش مازال باقي لنا شويه وقت، بارك الله فيك كريمه. هنا نتواصلوا فقط في بقايا قلب اللوز، معي مكالمه هاتفيه. الو مساء الخير. مساء الانوار، مرحبا. مش راكب عايشك، اول مره اتصل بك وانا سعيده جدا، حاولت بالسيفه حكمتك. الحمد لله ومرحبا بك، وان شاء الله ما تكونش اخر مره. مرحبا. ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله يا رب، ان شاء الله يا رب العالمين. عايشك لا والله وصفاتك رائعين جدا، كيفاش تعطينا وصفه تاع الشاميه؟ ما فيش مشكل، فوق راسي وعيني. عايشك ربي يحفظك، ربي يحفظك ان شاء الله خويا. الله يخليك. سعيد يا ربي حني ليه ما تكونش بعيد. ان شاء الله يا رب، ان شاء الله، ان شاء الله يا رب، ان شاء الله تصوموا بالصحه انتم ثاني ان شاء الله. ان شاء الله يا رب لينا وخويا نمنين ان شاء الله. ان شاء الله، ان شاء الله، امين يا رب، امين. عايشك. شكرا على الاتصال. عايشك، شكرا. بارك الله فيك، شكرا، شكرا على الاتصال، وان شاء الله تصوموا بالصحة ولهنا يدخل علينا رمضان بالربح ان شاء الله بإذن الله الرحمن. نعم حبيباتي، هنايا بالنسبة نواصلوا مع بعض. كي يبقى لك قلب اللوز في رمضان، راني باغي نحط لكم فيديو في اليوتيوب، راني قلت باللي اسم القناة مطبخ سليمة يعلى، مطبخ سليمة يعلى، راح تشوفوا الفيديو تاع الصامصة بالبقايا القلب اللوز. في رمضان يفضل لك قلب اللوز، دي فوا يبقى لك انصاص، دي فوا ترميه، هاي لك كلا ولدك حبه وخلى منها شويه، ولا كلا لاخر نص، ولا فضل لك في البلا، راح اديرها وصفه اخرى سهله جدا وبسيطه. شدي باكي تاع ديول قسميه الى نصين، معناتها نحتاجو انصاص الاوراق ديول. شدي هذيك البقايا نتاع قلب اللوز زيديها كمشه نتاع لوز او كاوكاو كل وحده ومقطورها، وزيديها مغير فقرفه تولي لك حشو. اي شدي هذاك النص تاع ديول، طريقه كيف تشكلي الصامصه لازم العين تشوف. دونك باش نقول لك اذا تبغي نقدر نشرح بالتفصيل، ما كاش كيما العين تشوف، روحوا فقط للفيديو وبربي ان شاء الله تشوفوا الطريقه مفصله. راح تشكليهم صمصات وتقليهم وتعاودي تعسليهم، والله روعه، والله صدقوني ما تجيبي لهاش خبر ميم با باللي معمره بقلب اللوز، تجي تهبل ديك الصمصه وتولي معسلات وتقدميها في الشهر الفضيل في السهره. هنا فقط باش ما نرميو والو، باسكو راني معوله عليكم هذا العام حاجه ما تترمى، حاجه ما تترمى، حتى ولو بقى لك غراتان خرجوه غراتان واحد اخر الغدوه من ذاك، حاجه ما تترمى بربي ان شاء الله، باسكو والله صدقوني غير حرام علينا. نديروا اليد في اليد وبربي ان شاء الله نولوا كامل لاباس، اني قلت ونعاونوا بعضنا البعض، وكذلك ما تنساوش خواتاتي راني هذه المره معوله نتعاونوا مع بعض كيف كيف، نختموا القران الكريم على بركه الله ان شاء الله مرتين، هذه على الاقل، معناتها مرتين هذه على الاقل.
نديرو هنايا مع بعضياتنا وقتاش نقراو ننظموا اوقاتنا بعد صلاه الفجر نديرو 10 صفحات وبعد صلاه العشاء 10 صفحات. هذو اللي خدامات هما اللي قاعدين في النهار عندك الوقت، كاين العاملات لا غالب ما عندهمش الوقت، ولا نديرو بعد صلاه الفجر 10 صفحات وبعد صلاه العشاء نديرو 10 صفحات هكذاك باش نتواصلوا مع بعض نكونوا كيف كيف ونتعاندوا على الحاجه الزينه. ماذا بينا حنايا نتعاندوا على الحاجه المليحه خير، نتعاندوا على القران الكريم، نتعاندوا على الوصفات، درتي هذيك الوصفه نديرها، درنا هذيك الوصفه نديروها مع بعض، معناتها هذه الاشياء الجميله اللي يحبها رب العالمين، يحبها الرسول عليه الصلاه والسلام، بربي ان شاء الله ربي يقدرنا. كذلك نوصي خواتاتي باش لا رحتوا تشرو، اشروا لنا شويه شوفان، شويه شوفان، الشوفان راه كاين على ثلاث انواع، ثلاث انواع، كاين خالط الشوفان، وكاين الشوفان المتوسط، وكاين الشوفان رقائق يخاشن شويه. ماذا بيا تشرو لنا هذو ثلاث انواع حتى انها لوكال معناتها تاع الجزائر دخلت وباثمان معقوله جدا، والشوفان راه صحي. شرو لنا كذلك قطعه زنجبيل الطازج، ماذا بيا يكون في الدار قطعه زنجبيل الطازج. نعاود اللي راهم خارجين سيدات دركا يشرو ولا غدوه يشرو، يشرو الشوفان، اقول نخاله تاع الشوفان، الشوفان المتوسط ورقائق الشوفان، ثلاث انواع كاين قلت لوكال معناتها مكان لا تروحي تاع خارج، راه كاين تاع بلادنا وفي بلادنا. اشري من هذا بربي ان شاء الله رايحين عندنا وصفات خبز بالشوفان هو صحي. نحتاج كذلك زنجبيل الطازج، اشري لنا قطعه كبيره شويه نتاع زنجبيل الطازج وكل مره نستعملوا شويه حتى نكملوا الشهر الفضيل ان شاء الله. مرزوق من ولايه البويره، الو مرحبا. الو السلام عليكم سليمه، واش راكي؟ لاباس، مرحبا مرحبا سيده مرزوق، ليكي وحشه. الله يسلمك، الله يعافيك ان شاء الله. واش راكي يا المستمعه الوفيه؟ الله يسلمك حبيبتي. الله يسلمك، الله يسلمك، سنه سعيده. الله يحفظك اختيتي، بارك الله فيك، معاكم انتم احبابي. العقوبه ان شاء الله، العقوبه للحج. امين يا رب العقوبه كاع لخواتاتي ان شاء الله، الله لا يحرموا من منها. الله يعزك، الله يوفيك على النصائح، يعيشك حبيبتي، ربي يحفظك، ربي يسلمك، يسترك ان شاء الله الدنيا والاخره. امين اجمعين يا العزيزه، بارك الله فيك. واش راكي انتيا؟ لاباس الحمد لله. راكي مستعده من 5 ل 6؟ نتاع شهر رمضان رانا الحمد لله. بروجرام شباب، كاين برنامج هايل في اذاعه بويره جهويه، عليكم غير تتواصلوا معايا وان شاء الله كاين جديد. الحمد لله، عندنا سليمه، واش خصنا؟ ما خصنا والو. ربي يحفظك، بارك الله فيك. الحمد لله. الله يحفظك العزيزه. في القمه. الله يحفظك حبيبه قلبي، الله يسترك. ان شاء الله تكوني منوره كما نعلم تاع ان شاء الله. الله ينورك الغاليه، الله ينورك، بارك الله فيك. الله يعطيك الصحة. أنا منك طلب، الله يسلمك، تعاودينا راسين تاع الزروديه اللي درتيها في العام اللي فات. أها ما فيش مشكل. فوق راسي وعيني. أنا ما نطلب والو، راني نعرف بلي سالمات ديرنا كلش، الحمد لله رب. الله يجازيك. وربي يسترك إن شاء الله. بارك الله فيك، الله يعطيك الصحة. فيك بركة إن شاء الله. شكرا. صحة عليك وصحة رمضان تاعك تاع أصحاب الإذاعة، ما ننساش. أخت شهرة جوا، الله يحفظك، يوصل بالنيابة. سلميها بزاف بزاف. يوصل العزيزة، ما فيش مشكل، نضم باللي شهرة زاد جوا زميلتي راه في الاستماع. شكرا. بارك الله فيك يا الغالية، الله يعطيك الصحة وشكرا على المكالمة، جزاك الله خيرا حبيبتنا، بارك الله فيك. فقط أتأسف لحبابنا عبر التواصل الاجتماعي، كان فيديو يمشي كنت معاهم في اللايف، لكن للأسف انقطع على لسوء الإنترنت، راه عندي شوية ثقيلة، سامحونا حبيبتي، لكن كاين اللي راهم يقوموا بالواجب وراهم يسجلوا الحصص الإذاعية وراهم يعاودوا يبيبليو
يديوها الله يحفظهم بارك الله فيهم. هيا مكويزين الله يعطيك الصحة ربي يغنيك إن شاء الله بارك الله فيك. الأخ عبد النور عباس ربي يحفظه إن شاء الله كلهم اللي راهم منشطين لاباج تاعنا الله يعطيهم الصحة جزاهم الله خيرا إن شاء الله في هذا الشهر الفضيل. نتمنى الخير لكل واحد راه يسمع فيا. لازم أن يقول ونعاود والله نصيحة من القلب للقلب، لازم نتعلموا نسامحوا بعضنا، تولي عندنا ثقافة تاع نسامحوا بعضنا، نفوتوا لبعضنا، واحد يعقب الواحد، واحد يفوت الواحد، لاختش علاش؟ والله هاد الدنيا ما دايمت الواحد، ما دامت للأولين باش تدومنا احنا، ما تدومناش، على هادي لازم الإنسان يسامح، يتعلم كلمة التسامح، ماهوش عيب إنسان يسامح واحد، ماهيش عيب، بالعكس، راها صدقة جارية، راها مأجور، اللي سامح جاره ولا تسامح جارتها ولا راها عندها أجر كبير، على هادي نتمنى في هذا الشهر الفضيل، هو امتحان بالنسبة لنا، والله صدقوني راها فرصة لا تعوض، فرصة من ذهب، نتمنى إن شاء الله بإذن الله الرحمن نجوزوا هذا الشهر الفضيل خير على خير، يوجه الخير، وتشير لي زميلتي كريمة باللي خلصنا التوقيت، أكيد راح نصوموا مع بعضياتنا، أقول مائدة رمضان يوميا من 5 إلى 6 ما عدا الجمعة كونوا في الموعد. خدمتكم في العارضة التقنية زميلتي كريمة، ميكروفونيا سلمة يلا إلى الملتقى، رمضان كريم، إلى اللقاء.